صباح الحمد لله تروح لليه عملنا نزول طبيعي. تخيل انهم ندخلوا حظوظنا كامله ان شاء الله. غياب الهوني مش ياثر بحضور الجمهور هذايا. عندنا ثقه في جمعيتنا، عندنا ثقه في نبيل معلول، وان شاء الله بالترجي هذايا وبوقفه الجمهور بوقفه الرجال ان شاء الله نوصل البيت. هز الكورف اخوي، بالنسبه لي انا الكورف اسود باش تسد الكيب. ترجي ايش يقول لك 11 جوار؟ هي دوله اخوي، اكيد اخوي الغالي. ترجي 11 جوار اخوي الغالي. نجاوبك انا كيف تسمى الترجي هذه تونسي خويا؟ احنا مشينا خويا، احنا مشينا للجزائر، مشينا لليبيا، مشينا للقاهرة، ومازلت باش تمشي، ومازلنا باش نمشي خويا. خويا الترجي على في الامور خويا. مرحبا يا سمح تفضل. بجمهور الاسبيرونس مش صعيب خويا، نقصيش حتى اشتر لي كيب ان شاء الله بقد تربي كالعادة. عندها فيراج ما فماش في تونس. خايفين مناش خايفين؟ تجي كان اللي يخاف يشد الدار. تفرج اللهم صل على النبي. اللي يخاف يشد الدار وكا. شنو هي السكور ذا؟ باش نربحوا. يهديك عايش خويا، تو هذا الكلام تكلم فيه، يهديك عايش خويا يرحم بوك. سيدي قبيل وما قبيل. وي سي سا، جو سوي بارتي ليسبيرونس. جو دو لا فرونس اكسبري. مدري. اجوردي. 2-0. ميرسي. الترجي ما تخافش، ما تخوفنا حتى ايكيبا، ان شاء الله بالقدرة السنة شامبيونز ليج. ان شاء الله اليوم الكوتش يحط لنا تشكيلة باهية، الاسبيرونس حاضر يزازي، اسمك غول افريقيا واللي خاف يشد الدار، ان شاء الله مربوح. اسمك ترجي دونك ايكيبا طويلة ما تأثرش فينا، لا غيابات لا حتى شيء، ترجي باللي يحضر جونا باهي ان شاء الله بالقدرة الشامبيونز ليج السنة. امبوسيبل ما تنجمش تعدى في رادس، اسمك ترجي دونك امبوسيبل، ان شاء الله مرة أخرى. لا عاد بنا عن جد، أنت تعرفني مش من تو ولا وأنت ولد بلادنا زاد ربي معاك، ان شاء الله مربوحة اليوم. كما العادة ما يفرحنا حد في تونس كان الاسبيرونس بيه، مرحبا بيه، ما احنا نرحب. وانا ما عنديش انا وتزير واخو اخوة كما اخو خاوة اخوة هكا ولا ان شاء الله واحد بليش ما توقفش في بالي الترجي ما توقفش على واحد ما نعرفش والله. ان شاء الله مربوحة صح، ان شاء الله مربوحة، ان شاء الله مربوحة. سكور 3-1 ان شاء الله. شوية صعيب شوية مع غول افريقيا، صعيب شوية. السلام عليكم، جاي ندم الجمعية ومكشخين. موفقين ان شاء الله، موفقين خويا ان شاء الله. كبير عايش كبير. هاي نلعب اليوم ان شاء الله نربح ديما ترجي رابح. لا 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 ما نخافوش، احنا عندنا جمعيه خويا بابا، جمعيه ما ترجي راهي مش شويه راهي مربوحه ان شاء الله. وبعد يرجع يا خويا ان شاء الله مربوحه، وان شاء الله ترجي ديما في العلالي، وان شاء الله خويا ديما منتصرين. ترجي يا دوله خويا، كان يحب خويا ترشح خويا، قول حط كره في التيران وتلعب ان شاء الله مربوحه ترجي. شكو برمضان غادي تشوف السكور زعما؟ واحد بليه. واحد بليه مغروم بالترجي من الصغرى كيه. دامي احمر واسم. شي اللعبه اليوم كيف هادشي؟ كيف الترجي مربوح؟ شكون قبيله باش يربح؟ ان شاء الله مربوح على الترجي الرياضي، ان شاء الله 2-0 حولناه ونترشحوا. ان شاء الله يربح، ان شاء الله يربح المكشخه ديما، يربح المكشخه ان شاء الله ديما مربوح. 2-0 انا نقول 2-0. برشا ضد اصابات ما تخافش. خاف الحقيقة ماما بقدرة الله. اسمع الاولاد، اسمع الاولاد. لا نتعداو، لا نتعداو. 2-0 زين بلاش ليسبيرونس. ان شاء الله بقدرة ربي باش نربحوا 3-1. مترشحين ان شاء الله دومي فينال، وباش نربحوها الاهلي، وباش نترشحوا الفينال ان شاء الله. ما يخلقوش ان شاء الله اللي حاضر يزازي بقدرة ربي. مستحيل امبوسيبل. ترجي يا دولة. شنو نلعب؟ 2-0 اليوم ان شاء الله. اليوم ما تطرح ساهل مصعيب. دومي فينال هو الصعيب الرسمي. احنا غادي خلي هنا معناها برشا الكيبات الجزائري ما عندهمش معانا ديجا. معناها السريك ما عندهمش معانا جمل. الاصابات ما يقلقوش اليوم ان شاء الله. اداء الفريق شو رايك فيه؟ مازال مش هو. مازال ما تحسنش. انا في المكتوب وربي معانا ولا يشمت فينا الحساد. جماعه شباب القبائل. شباب شرحوا مراسل يقولوا يبتا في الهبطه مالها. واضح. ايش رايك في الروندمون تاع الكيب؟ ركيب نتاع مكشخه شكون؟ مكشخه والله ما ماشي تلمو، اما ان شاء الله مربوح. ما قلت ربي عندنا جمعيه صحيحه ومادام القلايب موجود قلت ربي نجيبوه تروح بحولها في مع الجمهور هذا ومع الشيء اللي ترى فيه هذا عرس عندنا عرس. جمهور مكشخه خشين برجاله فهمت؟ شكون باش يجيبها اليوم؟ بالرمضان مشي مركي من بعيد زاد شو عطيلو في 90. احنا خاوه واللي يربح صح عليا فهمت؟ كنت كان الاسبيرونس ما صحكش الربح ما تربحش ما يسالش، كنا خاوه.
اللي يربح صح عليا لعبه فوق التيران حاب تجاوب صح باش نطيح احنا جامي طيح شبيبه القبائل جامي طيح في حياتها يا ولدي يا ولدي شوف نحكي لك احنا اللي يلعب خير صح عليه اللي يلعب خير صحيت اللي يلعب خير احنا نصوم خاوه ان شاء الله يا رب كنا توانسه ان شاء الله.